ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الأربعون النووية. الأربعون النووية. الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا